متابعينا الكرام، اسمح بكم على قناتكم امو بلي مسفيوي، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ديال هذا لابارتمون اللي شريته للصديق ديالي اللي بحال الاخ ديالي. بغيت نشارك معكم هذا لابارتمون. شوفوا هنا كاين الصالون، ابارتمون تتكلم على راسها، حتى الموقع موقعها جد ممتاز، حدا كلينيك جبران ورا موقع الشمس. كنشكر جميع المتابعين الكرام داخل الوطن الجاليه المغربيه، نتمنى ديروا جيم وتبارطاجوا وتقطعوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. هنا راه كاين صالون، هنا كاين سيجور، ابارتمون شي حاجه اللي عصريه، اخر ما كاين في الاصلاح مضويه. هنا راه كاين صندوق، هنا كاين شومبر بالمال الام تي اف بروي كاليتي ديما الجيم. هاد لابارتمون راه تم البيع وان شاء الله راه كاين مشروع بحال هاد الشقق. نوريكم الشكل ديال هاد لابارتمون، هنا كاين شومبر تاني حتى هو لوناردو الام بي اف. اللي باغي بحال هاد لابارتمون بحال هاد الشكل ان شاء الله في الفينيسيون راه غادي نبداو ان شاء الله في مشروع اخر قريب. دابا غادي نوريكم لاكويزين ايكيبي بالام بي اف، شي حاجه اللي عصريه. فهمتي هذا اللوك شوف هادي لا كويزين ديال كاليندا، شوف هاد الباركون، كيما كتشوفو. اللي باغي بحال هاد لابارتمون كيما كتليكم راه غادي يوجدو ان شاء الله عام قريب. اللي باغي اي حاجة في العقار، وكنشكركم بزاف، وكنتمنى تفعلو مع القناة وديرو جيم وتبارطاجيو باش فيما كان شي حاجه جديده ان شاء الله توصلوا بها قناتكم قناه ايموبيلي مسفيور، تجيب لكم عقارات اللي محفظين في مواقع جد ممتازه كتوفر فيهم شروط الدعم الانساني اللي يحب يشري، والبيعه تكون عند النوطير اللي هو الموثق، سواء الموثق اللي كنعرفو حنا ولا الموثق اللي تعرفو الانسان اللي باغي يقتني العقار. والانسان اللي باغي يشري العقار خاصو يرد البال بزاف د الحوايج، يشوف الموقع، يشوف العقار خاصو يكون مشمش، العقار يكون محفظ، خاص الانسان يرد البال بزاف ديال الحوايج. وكنشكركم بزاف، وكنتمنى ديروا جيم وتبارطاجيو وتضغطوا على الجرس.